أكد وزير التنمية البريطانية آلين دانكن حرص حكومة المملكة المتحدة على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لمساعدة الحكومة اليمنية على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة. جاء ذلك خلال مشاركته بالعاصمة صنعاء في تدشين الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية. واعتبر الوزير البريطاني إنشاء وتفعيل جهاز استيعاب المساعدات الخارجية خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الخارجية، مطالبا الدول والمنظمات المانحة إلى الإيفاء بالتزاماتها لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة استحقاقات المرحلة الانتقالية الراهنة. في موكب جنائزي حزين تقدمه وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، شيع في العاصمة صنعاء 30 شخصا بينهم 23 ضابطا وجنديا وخمسة أطباء من ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع العرضي الخميس الماضي وأودى بحياة 56 شخصا وإصابة 215 آخرين. وقد قدم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وجموع المشيعين في باحة جامع العرضي واجب العزاء والمواساة لأهالي وأقارب الشهداء، مؤكدين لأسر الشهداء أنها ستحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الدولة وفاء وعرفانا بتضحيات الشهداء في خدمة الوطن ومصالح المواطنين. هذا وقد غادر 70% من جرح الهجوم المستشفيات وفق ما أكد وزير الصحة العامة والسكان، الذي أكد أيضاً أن 9 من الجرحى بحالة حرجة ولم تغادر غرف العناية المركزة ليتسنى نقلها للعلاج خارج الوطن. وكانت السلطات العسكرية قد منعت الزيارة عن الجرحى لدواع أمنية. تظاهر عشرات الأطباء والصيادلة في مسيرة غضب نددت بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مجمع الدفاع وراح ضحيته 5 من زملائهم ضمن 51 شهيدا آخرين. وطالب الأطباء والصيادلة في المسيرة التي انطلقت من ميدان 70 وصولا إلى نقابتهم بالعاصمة صنعاء، طالبوا بسرعة الكشف عن الجهة التي تقف وراء العملية الإجرامية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. هذا وكان مستشفى الثورة العام بصنعاء أعلن الحداد 3 أيام على مقتل 3 من طاقمه الطبي في تفجيرات الدفاع. نظم العشرات من مرضى السرطان في العاصمة صنعاء وقفة احتجاجية أمام اللجنة العليا للمناقصات للمطالبة بصرف العلاجات المجانية وفقا للتوجيهات الرئاسية. وقال المرضى إن الأدوية التي تصرف لهم حاليا تزيد من معاناتهم وتسبب أمراضا أخرى، متهمين لجنة المناقصة بالمماطلة في توفير العلاج والاستفادة من صفقات وعمولات شرائها من الشركات الدوائية العالمية والبالغة قيمتها نحو 120 مليون دولار. ودعا عدد من أصدقاء مرضى السرطان المنظمات الحقوقية والناشطين والحقوقيين والإعلاميين إلى الوقوف والتفاعل مع قضيتهم والضغط على الجهات المختصة بتوفير العلاج اللازم. أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أهمية القوانين والتشريعات التي تحدد سن الزواج للتقليل من مخاطر الزواج المبكر والعنف ضد المرأة. وأشارت الوزيرة مشهور في مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة صنعاء بمناسبة اختتام حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، أشارت إلى أن التعليم هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز وعي المجتمع بحقوق المرأة. تظاهر العشرات من عمال وموظفي النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء أمام وزارة المالية احتجاجاً على استقطاعات من مرتباتهم وصفوها بغير القانونية، ويطالب المحتجون بإقالة مدير الصندوق وتعيين مدير جديد، مهددين بالإضراب عن العمل حتى يستجاب لمطالبهم. أقامت شعبة التعليم في مكتب التربية بمحافظة الحديدة مونديال علوم الحاسوب على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2013-2014، وتأتي هذه الفعالية كما يقول القائمون عليها في إطار الخطة العامة للأنشطة الدراسية التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية في أنظمة الحاسوب وإعداد البرامج وتنفيذها.
نظمت جمعية رعاية الأسرة اليمنية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان معرضا تشكيليا تزامنا مع الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، وترجمت الرسومات التشكيلية والكاريكاتورية التي تخللت المعرض مشاهد من أعمال العنف والتمييز الموجه ضد المرأة اليمنية.